في لحظة غضب كل شيء يثور، حتى الفكر فينا يدور، حتى الزمن يوقف ويختلف فينا الشعور، ويختلف فينا الشعور. دنيا ضاع الحق فيها، القوي فيها يتمادى، ياخذ حقوق الضعيف يسلبه حتى الإرادة. دنيا ضاع الحق فيها، القوي فيها يتمادى، ياخذ حقوق الضعيف يسلبها حتى الإرادة. من زمان يصارع الشر الأمان، من زمان والأمان أصبح يدور له مكان. الأمان من ظلم أصبح يعلمنا القيم، دنيا وأصبح المظلوم ظالم متهم. دنيا 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 ضاع الحق فيها، القوي فيها يتمادى، ياخذ حقوق الضعيف يسلبه حتى الإرادة. دنيا دنيا عادل، تذكرت ولا بعد؟ شتذكر يا جماعة؟ كنا الحبيب نسى كل شيء. كنا القاعدة عندنا عجبتك عادل، موقفك صعب بسبب العداوة اللي بينك وبين المرحوم، وانت ما عندك شهود ولا انت قادر تقنعنا وينك في ذيك الليلة. يعني بصراحة انت بخطر. عقب اللي صار بيني وبين خالد ذيك الليله وقطني بالشارع، ركبت مع واحد ووصلني البيت. ومنو هالواحد؟ وش اسمه؟ وشنو نوع سيارته؟ لو ادري ان خالد بينقتل وبتهموني كان سالت الريال عن اسمه وعنوانه وتليفونه. وطبعا بتقول لنا نفس الحكي، كنت نايم وتعبان ونسيت حضرتك انك كنت بحليفه الساعه 2 صادوك الشرطه وخالفوك. بدلت ثيابي واخذت سيارتي ورحت اشرب، كان لازم اشرب علشان انسى اللي سواه فيني. وما قدرت تنسى. تذكرت اني مره شفت خالد سهران ببيت ابو حليفه، قلت اروح لهناك وفاجئ وهو سكران ومبسوط. يمكن اقدر اتفاهم معه.
متأكد؟ متأكد هذيك فيها علامات خبر. سويت؟ هذا مستأجر جديد توه ماخذ البيت قبل يومين. زين واللي قبله؟ ما يعرفه ولا يدري عنه. زين عرفت من هو راعي البيت؟ أخذت اسمه، عنوانه، تلفوناته. يلا صد صد. أي الخال القتل هني؟ مدام عزلة من خاشق، يعني هم اللي قتلوا خال. خالد صار بين سعاد وسالم؟ معقولة؟ أنت متأكد؟ زين زين لما نجيك أنا لما الحين بالمخفر. لا الرعد حمد خلاني وطلع. اوكي يلا مع السلامة. ها سويت؟ عرفت اسم المستأجر؟ جبت كل بياناته من راعي البيت؟ تفضل. معقولة؟ يا بنت الحلال ماني فاضي لهم. ودي هذا اي مكان البحر ومنتزه اي بوديهم ماني فاضي انا. زين زين يبوي سوي اللي تشوفينه. بتعشنا بتعشنا. سامي للحين ما يمنع عند ضابط المباحث. هو لو جاي كان يشتكي المكتب وقال لك على اللي صار معاه بالمباحث. قول لي انا؟ ليش يقول لي انا؟ انا حي الله اخو انا ماني صاحبه ولا اني شريكه يا استاذ خالد. عن اذنك الو 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 شو السالفه؟ كم مرة يدقون عليه ما يشيلونه؟ قوة خالد. الله يقويك، الأستاذ سالم توه طالع. شفته. خير إن شاء الله. متى رحت أبو حليفة آخر مرة؟ رايد حمد، شو السالفة؟ أنا لأسألك، متى رحت أبو حليفة آخر مرة؟ من مدة. المدة يعني كم؟ سنة تقريبا؟ لا 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 مش سنة، يعني اسبوع، اسبوعين، ثلاثة. يعني قبل لا ينقتل سلمان سالم ها؟ عيل من راح ابو حليفة والقى عقد البيت اللي كنت مأجره لحساب المرحوم. ايه
خالد حذرتك كم مرة عن الشب. سالم وينك؟ اي انا قدام البيت. يلا عسى ما شرش فيك. ليش ما دشيت البيت؟ ملا خلقي في هالبيت. تبي الصج؟ ترى انت ما عندك سالفة. المهم قول لي سويت في المخفر؟ ايش قالوا لك؟ 4 ساعات محكور هناك ولا حد سأل عني. راد حمد كان قاعد يلعب بأعصابي يبي يضغط علي. قلت بقلبي ما ادري اروح اشتكي عليه. بس خفت انه تجي الشغلة ضدي. حبيبي راد حمد مو فاضي لك. ترى هو ياخذ خالد. كان المفروض يتصلون فيني ويسألوني قبل لا يرخصون سامي. إذا تبي أجيب لك الحين أنا حاضر، بس الموضوع ما يستاهل زعلك هذا كله. أنا أتحكى على الأصول. يمكن أنا اللي غرض ومتعمد أترك سامي ينطر له ساعة ساعتين ثلاث. قل لي يا رائد حمد، هم لك غرض أنك تترك عادل يمشي؟ أنا آسف ما أقصد شيء. لا تقصد، كمل كلامك. يعني قصدي أن عادل مو ذاك الريال اللي ينوثق بكلامه. احنا اجدرنا انه صاج بهالسيناريو اللي قاله لنا. يمكن لما راح لسلمان ببيت بحليفة ما حد اعترض له ولا حد طقه ولا حد نحشه مثل ما قال لنا. ويمكن لقى سلمان سالم قاعد بروحه وقاعد معاه وحط له سم بالاكل والمشروب. وليش لا؟ الاثنين سكارة وسلمان يتعاطى مخدرات. وبعدين عادل انطق ذيك الليل على حسب كلامه مرتين، ولما شفناه عقب الحادث ما لاحظنا عليه اي اثار طق الا إذا مضقوق بمناديل كلينكس. الاحتمال اللي تقوله احتمالات ثانية مهي قايبة عن بالي. كل هذه قرائن مهي أدلة، وأنا ما أقدر أحجز عادل من غير دليل. خلي يتصرف ويتحرك بحرية، يمكن يوصلنا لدليل. رائد حمد، أنا قلت لك كل شيء بخصوص بيت بوحليفة. ليش ما انت مصدقني؟ ابي شيء واحد قلته وثبت عليه. ابي شيء واحد قلته من اول مره صدقت فيه. انا اجرت البيت بتعليمات واوامر من العم سلمان الله يرحمه علشان يقضي وقته فيه. يعني ما كان سكن لموظفين الشركه مثل ما قلت لنا. انزين لما جاكم عادل يعقوب هناك من طقه؟ مو أنا عيل منه؟ أنا ما كنت هناك علشان أعرف. سلمان سالم ما كان يأخذ خطوة من غيرك. أنت اللي كنت تجهز قعداته وأنت. أنا قلت لكم ذيك الليلة كنت تعبان وايد ولا رحت هناك. أنا ما أدري إذا كان بيروح بحليفة. وبعدين سألوا عادل وهو شافني معاه هناك. يمكن جيت عقب ما راح وياه، ولا
المطبخ، أو يمكن كنت بغرفة ثانية ولا شافك. ويمكن أنا صاد ولا كنت هناك. وبعدين منو هذيلة؟ منو هذيلة اللي بيطقون عادل؟ وش دعوة العم سلمان بيحط بديجارد بقعدة وناسة؟ اللي سهرانين مع سلمان سالم هم اللي طقوا عادل، يعني لازم يكون بديجارد. قعداته كلها حرم. اسمع خالد عن الربربة، أبي منك الحين تجيب لي أسامي وعناوين وتلفونات كل اللي يسهرون مع سلمان سالم. سعود للحين ما يبي يرد البيت؟ ما أدري عنه، ولقاها خوش فرصة علشان يطلع من البيت علشان يسوي اللي بباله. لو أنه صج مستحي من الحكي اللي هدر فيه للضابط. كلنا المفروض نخجل، مو بس سعود. سعود هدر، وهذه عادته ما يلام. اللوم على اللي فاجينا وسوى اللي ما كنا ننطله منه. انت علمتهم؟ انا ما علمت احد غريب، اهلنا يا سامي. احنا شو وصلنا لهالمواصيل غير الخش والدس؟ كل واحد فينا عايش بروحه ولروحه. لو انه وثقنا في بعضنا مو كان حالنا صار احسن من كذي؟ خلنا من مواضك، ايش قلت لهم؟ انا عذرتك يا وليدي، ما تلام. لو واحد غيرك ابوه طرده وهدده يحرمه من الورث، كان سوى أكثر من اللي سويته أنت. وبعدين أنت أخذت يعني إيش كثر اللي بذره المرحوم؟ أضعاف أضعاف اللي أخذته. بس يا يمه يا سامي، أنا أقول يعني ما لقيت غير خالد هذا تتفق معاه. وش دعوة خالد كان يخدمه ببلاش؟ كان يبوق بالنصيفة. كل الناس اتحت شلنتي، خليني ساكت احسن. وانا بيك تتحكى يا راعي المبادئ والاخلاق. تطمن، انا علمت سالم والوالده اني كنت واقفه عند الفرع مع عاده ولد عمتي. ادري ان رايك كان من راي الوالد الله يرحمه، بس عادل ولد عمتنا وانظلم هو وامه، ترى ما لهم ذنب. إذا تبون الله سبحانه وتعالى يغفر لأبوكم، أعطوا عادل نصيب أمه. حرام يمه، هذا حقه. لما الوالد كان عايش ما كان هذا رأيك يا مرت أبوي. كنت تكرهين تسمعين سيرة عادل، شو اللي تغير؟ ما حد تغير إلا أنت يا سامي. أنا يا مرت أبوي، أنا اللي واحد من طرف عادل يهددني وكل يوم الثاني أعطيه فلوس؟ منو هذا؟ وبشنو يهددك؟ أنت من قالك؟ مو شغلك. أنت يا سعاد؟ ليش؟ مينونة أنا؟ لازم احمد عممت على الشخص المطلوب. يعطيك العافيه. اين امن؟ انا مبلغ ملازم عبد الله. يلا شكرا، مع السلامه.
احترت احترت. زين اسألها يا سالم. وليش انت ما سألتيها؟ عرفت شلون الموضوع مو سهل يا سعاد؟ هذه أمنا، شلون نواجهها بشيء مثل هذا؟ شلون؟ مواجهتها أحسن لنا كلنا. ولا عجبتك هالأفكار اللي تدور بروسنا وهالشكل اللي حنا فيه؟ أنا خلاص خلاص قربت استخف. الساعة 2 الحين، شو بسهركم؟ ومن يقدر يجي لنوم وإحنا بهالحالة؟ مشاكل محاوطتنا من كل صوب، حياتنا صارت كلها ألغاز بألغاز. المرأة إذا غلطت ما حد يرحمها، وغلطتها الصغيرة تصير كبر الجبل، لكن الريال بألف غلطة مسموح، ما حد يحاسبه أو يلومه. وأبوكم ذبحني، تزوج عليه كذا مرة، لكن ما قد كرهت أحد كثر أنوار. طلبت من عادل يراقبها ويلعوزها بالتليفون، يقول لها أي شيء ويجيب لي أخبار عن أبوكم. المهم يتهاوشون ويزعلون مع بعض. معقول؟ معقول يمه؟ هالحين عرفت ليش أبوي كره عادل أكثر من أول. أكيد عرف أن عادل يتجسس على أنوار لحسابك. مو عادل؟ يعني عادل هو اللي كان يهددك بالتليفون وياخذ منك فلوس، مو كذي؟ لا، واحد كان مكلفه عادل باللي طلبته منه. لا حول ولا قوه الا بالله. خلاص نبلغ الشرطه عنه. لا الشرطه لا. انتوا عيالي وعارفين امكم زين وصدقتوني، لكن الشرطة لا، يمكن يتهموني بشيء أنا بريئة منه. اتصلت فيني الليلة مرتين ولا قلت انك بتي. شايبك الفير؟ انت من قالك على سالفة الريال اللي يتصل بالوالدة ويهددها ويطلب منها فلوس؟ سألتني 60 مرة وقلت لك واحد اتصل فيني وبلغني. ولا قالك السبب؟ كان سألت الوالدة، اكيد عندها كل المعلومات. حسافة، تحكي عن الوالدة وجنها مي امك، ويقولون ان الام هي اللي تربي يا سامي. ويقولون بعد يا سالم اذا اختلفت المصالح تغيرت المشاعر. مشاعرك انت اللي تغيرت يا سامي. اين الساعه 3 الفير وحاشين عن الاحساس والمشاعر؟ لهالدرجه خايفين اني اعلم الرائد حمد بخصوص الريال اللي الوالده تدفع له فلوس بس عشان تشتري سكوته؟ على فكره رائد حمد اتصل فيني وقال لي مرة باكر إذا يبطل الوالدة بكلمة واحدة لا
ترى انا عندي اللي اقوله للرائد حمد. وانا عندي اكثر. سعاد نام يما، تريقتي حبيبتي؟ ما اشتي. انا معترفة اني غلطانة، هذه الغيرة والقهر وما يسوون. أنا بس بعرف شغلة واحدة بس، أنت زعلانة على الغلطة اللي قلتها ولا ليش؟ إن أنت بنت بصديتني. ألو، نعم، إيش تبي؟ مو شغلك، ومن فضلك انسى هالرقم ولا تتصل فيني مرة ثانية. اسمعني أنت يا عادل، اللي يسوي سواتك ريال ما ينوثق فيه، واللي يتجسس اليوم لحسابك باكر يتجسس عليك. ابعد عني وعن هالبيت احسن لك. شوي شوي خلت فيني اعصابي يا رائد حمد. الله يطول لي عمرك، التقينا اكثر من مره ورحت لكم الاداره وقلت لكم على كل اللي اعرفه، لكن مساله تجيني من صباح الخير البيت وتحرجني، هذا اللي انا ماني فاهمه ولا اعرف لاي سبب. يا اخي حبيت اعرف بيتك، عزمت نفسي على قهوه فيها شيء. بس تبي الصدق، انا تفاجأت انك ساكن في الشقه. صحيح انها من الداخل ضخمه ممتازه، بس انا من مثلك اقول يعني المفروض يسكن فيلا بيت على الاقل. لا تطنز علي يا رائد حمد، انا موظف بسيط بشركه خاصه. هذا تواضع ولا خايف من الحسد؟ خلى من هدايا عطايا المرحوم اللي كنت تستاهلها بامانتك واخلاصك وخدماتك. انت كنت رقم 2 بالشركه، ورقم 1 الله يرحمه ما كان متفرغ لها، يعني كل شيء كان بيدك، وماكو لا حسيب ولا رقيب. احب اقول لك شيء يا رائد حمد، ترى ما حد خسر بوفاة المرحوم كثري أنا، وما دام كل شيء كان بيدي على قولتك أهل ماكو داعي أخته ولي نعمتي. وبعدين أنت حققت مع زوجتي وحارس البناية وقالوا لك أني رديت البيت الساعة 8 ولا طلع ليك الليلة، ولا شهادتهم هي كافية؟
لا 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 كافية. بس مسالم تقول انها اتصلت شيك بالبيت الساعة 12 بالليل علشان تسألك عن المرحوم وما حصلتك. لا مو صحيح. مسالم وعيالها يكرهوني ويبون يورطوني. اتصلت فيني على النقال وسألتني عن العم سلمان وقلت لها ما ادري عنه. هي ما اتصلت فيك على النقال الا عقب ما اتصلت فيك على البيت وما لقيت. خالد حمد انا قلت لك انها تكرهني. ويتراوالي انت عارف السبب زين. هي طول عمرها مسميتني ساس البلا ويا كثر ما هددتني وهددت زوجتي وعيالي بعد. الو نعم. زين كان جاي فاهم الله. اشوفك بعدين. ها ايه بس خالد حمد من فضلك مو هني. يا سامي شو السالفة خالد؟ للأسف أخوك سالم علم الرائد حمد على الفلوس اللي كنا ناخذها أنا وأنت من الشركة. رائد حمد هو اللي قال لك ان سالم علمه؟ معقوله عاد؟ معقوله بيقول لي ان سالم هو اللي علمه؟ بس ما يحتاج يقول لي. منو اللي عرف بسالفه هالمستندات هذه غير سالم؟ وما دام قال له على المستندات اكيد قال له على غيرها. اي بس انا سالم وعدني انه ما يتحكى عن اي شيء ممكن يورطني او يخليهم يشكون فيني. انت مسكين. كل واحد يدور على مصلحته. ايه يبي يفتك منك ومني مره واحده. زين تعال روح الشركه ولا تحكي مع سالم ولا تقول له اي شيء. يلا تفضل. كم مرة قلت لك ان وائل مسؤوليتك انت؟ وانا متحمل هالمسؤولية. شو اللي خليك واثق منها لهالدرجة؟ يمكن المعلومات اللي اعطاك اياها لعبة من الالاعب عادل علشان نبعد عنه. بالعكس هم عادل شريك معاهم ولا يمكن يقول لنا معلومات ويورط نفسه. ام سالم اتصلت بعادل وتهوشت معاه وهددته وطلبت منه يبعد رفيجه عنها. وائل كان قاعد مع عادل وسمع كل شيء ونقل لي المعلومات اللي أنا قلت لك إياها. رائد حمد أنا تعلمت منك أني ما أهمل أي معلومة حتى لو كانت بسيطة أو مو موثوق فيها. السالفة غير كذي يا عبد الله. صعب أني أواجههم سالم هالمعلومات. هذه مرة وأم أم رفيجك. أنا آسف يا رائد حمد. ولازم عبد الله واجبي مسؤوليتي بهالوظيفة قبل كل شيء. أم سالم بالنسبة لي أم، وأي أم صعب إني أقول لها منه الرجال اللي هددك ويطلب منك فلوس وليش. حتى لو كان السؤال هذا بيوصلنا للي قتل سلمان سالم، يمكن أم سالم قاعد تحمي أحد من عيالها أو حتى أحد من أهلها. زين من هو هذا اللي هدد ام سالم؟ الو عادل وينك في؟ انا داوود علامك. ليش ما تدق التليفون؟
وائل وينه؟ نايم عندك؟ خوش. هيا نسمع الاخبار. وائل هاللي انت واثق فيه طلع من عندك راح الضابط المباحث. وانا ايش دراني؟ حبيبي قل لأم سالم وقل لها داوود يبي فلوس. انا ما سويت اللي سويته وعرضت نفسي للخطر ببلاش. حبيبي لا انت ولا صداقتك تموني بشيء. حبيبي شغل شغل يا حبيبي. تاخرت عليك؟ لا عادي، خذ راحتك يا اخوي. انا ريال هايت بطالي كنا ما عندي شغل. شو يصير يعني اذا اجيكم كل مره وتاخروني بالساعات؟ شو اخبار خالد؟ تسالني عن اخباره وانت اليوم الصبح كنت عنده. اي بس اللي عارف انكم تلاقيته قبل لا تجي. وباقي لانكم تراقبوني بالبيت بعد. راد حمد، الشركه شركه سلمان سالم وانا واحد من عياله. كان يبي يحرمني من كل شيء. وتراوالي خالد قال لك السبب. اي نعم، انا ما انعد حرام الا من اخذ فلوس من الشركه. هذا حلالي يا راد حمد. لكني كنت احس نفسي صغير شوي. شلون اتفق مع خالد وابوك حلالي؟ والمرحوم عرف انك انت وخالد تبوقون الشركه؟ لا، كان واجهنا. بس اللي عارف انه واجهكم. انا عارف منو اللي قال لك. سالم ما اعرف بالسالفه ولا كشف المستندات الا عقب الحادث. يبي يورطني ويفتك مني. التاريخ يعيد نفسه يا رائد حمد. ابونا حرم اخته من الورث، واخواني وامهم يبي يحرموني من كل شيء، من حريتي، من حياتي، من الورث. لكن لا، انا لحمي مر وانا عندي اللي اقوله. بعد شنو اللي عندك تقوله يا سامي؟ ما عندي شيء. والريال اللي يتصل بمسالم ويهددها؟ ما اعرف شيء عن هالموضوع هذا. هذه اكيد اشاعه. انوار وابوها وراها. انوار وابوها مسافرين. طلعوها قبل لا يسافرون، طلعوها وهم برا. بعدين انوار وابوها وصلوا امس ترى. ادخل. كل شيء جاهز راد حمد. ترى انت ممنوع من السفر هالايام. انا قلت لك كذي علشان لا تروح المطار وتنحرج. احنا